مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قطاع الفضاء وخبير متخصص في الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبيانات الضخمة ومستشار التحول الرقمي وعضو جمعية حماية أمن المعلومات. فليتفضل الدكتور حسين. السلام عليكم. مساء الخير. يسعدني ويشرفني اني اقدس كبار بعنوان التحول الرقمي تحديات والفرص. اليوم احنا معانا اربع متحدثين ان شاء الله، كل متحدث راح يكون من قطاع مختلف وبموضوع مختلف تتكامل كلها وتعطينا معنى التحول الرقمي والحاجه اليه. انا احب اكون استدعي او احب ارحب بالمتحدث الاول وهو الاستاذ بدر خان. الاستاذ بدر خان هو من شركه سيمنز، يقود مجموعه التكنولوجيا الرقميه في شركه سيمنز، كما انه يعمل في منصب رئيس قسم التطوير الرقمي في سيمنز السعوديه. الدكتور الاستاذ خان يقوم بتوجيه خدمات تطوير المنتجات ابتداء من هندسه البرمجيات من اجل تصميم وتنفيذ انظمه ذكيه موثوقه وجاهزه للنشر. الحقيقه ان الاستاذ خان هو مكسب لانه يتمتع بخبره تتجاوز 15 عام في المجال، وكذلك قام بادوار قياديه في اكثر من في شركات تعتبر من الفورتشن 100، وهي شركات ناشئه ومتطوره. وقد قاد جهوده المبذوله على نطاق واسع من البرامج ونجح في اداره عمليات الاندماج والشراء في مقر شركة سيمنز. استدعي الأستاذ بدر خان ورحبوا بنبي المتحدث الأستاذ بدر خان. المتحدث الثاني هو للأمانة له جهود ملحوظة وملموسة فيما يخص التحول الرقمي في السعودية وخصوصا في القطاع الصحي. هو الدكتور فواز الحربي، رئيس قسم علوم الحاسب واستاذ مساعد في جامعه الشقره. هو عضو اللجنه الوطنيه للمعلوماتيه الصحيه والجمعيه السعوديه للتخصصات الصحيه، وهو المؤسس المشارك لمجتمع الحوسبه السحابيه السعوديه. والحقيقه جهوده واضحه وتذكر وتشكر في عمليه تمكين والتوجيه لفعالية تطبيق الحوسبة السحابية. ونرحب بالدكتور فواز الحلمي. متحدثي الثالث هو من قطاع يعني يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية في السعودية في حقبة ماضية، وقطاع الآن ممكن يتطلع إلى التحول الرقمي لتمكين وتعزيز اقتصادياته. متحدثي الثالث هو محمد الشعلان، مترجم شفوي متعدد التخصصات التقنيه والاعمال، يسعى لاستقطاب المزيد من الاشخاص في مجال التحول الرقمي ويعمل بتفاؤل على مجال الثوره الصناعيه الرابعه، كما انه حاصل على درجه الماجستير في هندسه الاتصالات وحاصل على 9 شهادات احترافيه متخصصه. هو ممارس ومؤلف ومتحدث وباحث في مجال التحول الرقمي. محمد الشعلان قام بقيادة ووضع مهام تشغيلية رئيسية وأداء مجموعة بورتفوليوز نشأ عنها مجموعة برامج ومشاريع تمتد في أكثر من 50 دولة. هو المستشار الرقمي الذي يجمع بين القدرات الإبداعية والتقنية اللازمة للمساعدة في تحويل الأعمال، ومن المهام كذلك عملية حوكمة التكنولوجيا والتحول الرقمي وإدارة العقود المتعلقة بالصناعة الرابعة. نرحب بالأستاذ محمد الشعلان. ضيفي الرابع من قطاع مهم جدا وحيوي في أي دولة في أي اقتصاد، قطاع التعليم. ضيفي هو الأستاذة نورة آل سرور، وهي حاصلة على ماجستير الآداب في تقنيات التعليم، وهي عضو المجلس الاستشاري للمعلمين بوزارة التعليم، وكذلك هي مدرب معتمد من عده منظمات ومؤسسات محليه ودوليه
باحثة في مجال تقنيات التعليم والتنمية البشرية، حاصلة على العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات الشكر والتقدير على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وقد حصلت على آخر وسام صانعة التغيير في شهر أكتوبر 2016 على مستوى الوطن العربي برعاية سمو الأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود. هي عضو في العديد من المنظمات والهيئات على مستوى الدولة والدول العالمية. هي كذلك يعني مدرب معتمد المجلس الدولي لتنمية الموارد البشرية وناقشة عدة بحوث بمؤتمرات محلية ودولية. نرحب بالأستاذة نورة آل سعود. شكراً، عذراً على عملية التحول من الميكروفون اليدوي إلى الميكروفون الرقمي. حتى يعني عملية التحول لازم تكون مؤلمة. الحقيقة أنا حابب أن نتحدث عن موضوع الجلسة بثلاث أسئلة مهمة إلى يعني لماذا 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 أو لماذا نحن نتكلم عن التحول، ولماذا نتكلم الآن، ولماذا نحن نتكلم عن التحول الرقمي. التحول الرقمي له أهمية جدا عالية. أهمية التحول الرقمي هي ليست وليدة اللحظة. التحول الرقمي يمتلك أو يعني مكمن قوته في اعتماده على تقنيات الاتصالات وتقنيات المعلومات. أهمية الاي سي تي أو تقنيات الاتصالات وتقنيات المعلومات تكمن في تمكينها عملية التواصل بين المؤسسات والأفراد، وعملية إتاحة التواصل البعيد، تقريب المسافات، ورفع كفاءة التشغيل، ومحاولة تقليل رأس المال البشري في تنفيذ العمليات اليومية. كل هذا ينتقل صراحة إلى أو يبرز دور أهمية التحول الرقمي. لماذا نحن اليوم نتكلم عن التحول الرقمي؟ لأن المفهوم الدارج في التقنية هو كان عبارة عن فصل للمقدرات والأصول الرقمية. فعندنا الأنظمة كخوادم وكأنظمة للبنى التحتية هي تكون بمعزل عن البرمجيات، تصنيع البرمجيات، بناء البرمجيات، هي بمعزل عن إجراءات الأمان في الحياة اليومية. فعندنا أكثر من قطاع داخل منظومة تقنية المعلومات هي تكون كالجزر ثم تبنى بعد ذلك. عملية إدارتها، عملية دمجها تكون مكلفة وصعبة. اليوم حتى نتكلم عن التطور الرقمي لأنه نملك الآن إمكانية دمج جميع المفاهيم التقنية هذه في منظومة واحدة. منظومة هذا اليوم أنا ربط الأبليكيشن أو التطبيق بالبنية التحتية وسهولة نقله وعملية دمجه في تقنيات أخرى وتطبيقات أخرى أصبح ممكن. فالاندماج الحاصل الآن في قطاع الآي سي تي مكن لعملية التحول الرقمي. طيب لماذا نحن؟ لأنه اليوم كل واحد راح يسأل نفسه السؤال هذا، لماذا يجب أن ننتقل إلى التحول الرقمي؟ التحول الرقمي يختلف. اليوم عندنا في الجلسة أربع قطاعات مختلفة. نتكلم عن سيمنز قطاع تقني، نتكلم هنا عن قطاع أكاديمي يركز أكثر على جانب التقنيات، نتكلم اليوم عن قطاع المقاولات والإنشاء والتشييد، قطاع مختلف تماماً يسعى للتطور الرقمي. عندنا ثلاث قطاع التعليم يسعى للتطور الرقمي. جميع هذه القطاعات لها احتياجات مختلفة ولها وعندها إمكانيات مختلفة، لكن اتفقت جميعها على أهمية التحول الرقمي. راح نشوف معاكم كيف كل قطاع قاعد يطبق عملية التطور الرقمي. عندنا نقطة مهمة جداً، المفهوم التحول الرقمي هو مفهوم في الحقيقة مظلم. ممكن لعلي يعني بعد الحديث انا احاول اسدد جزء في النقاش هذا. المفهوم فيه تحول
رقمي، التحول حاصل واكيد. مفهوم الرقميه هنا قد يكون غير واضح، يعني استطيع اني ارقم الاجهزه او الانظمه، ممكن ارقم الاجراءات الان، ارقم كثير من العمليات، لكن كيف راح اقدر ارقم العنصر البشري؟ فما حد يحل اللغز هذا، عمليه الرقم هل هي كامله العنصر البشري هل هي جزئيه؟ فمفهوم التحول الرقمي ما زال مفهوم يحاول كذلك ان يجد له بصمه او موضع قدم. كثير من النقاش راح يصير بعد ما انا استمع الى محاضرات الزملاء. انا راح ابتدي بالاستاذ بدر خان في محاضرته الاولى، فليتفضل مشكورا في البدء من المحاضره. السلام عليكم. I feel like a cyborg here in this digital show with all of these things and translators and all this. So he's already introduced me, so thank you so much, and thanks for everyone for having me. Really, it's an honor to be here to talk to you about really an important topic about our future. Software is, as you know, all around us. And in the morning, we get up, we brush our teeth, there's technology that's helping us do that. When we get up, when we plan our day, there's technology to help us do that as well. And then when we, you know, it even tells you what is the best time to go to work, and then what is the best time to come back from work. Software is making information available to us in so many different ways. However, sometimes all of this information can be very overwhelming. And in that, software is really transforming in the way it presents that information. So it's being more contextually aware of where you are, the type of information that you need, the type of information that is pertinent. So it's self-processing, it's predicting, it's intelligently knowing what to do. And I'm sure all of you have seen the Google AI conference where they showed off a little bit about this real-world agent that's able to talk and make you an appointment. So let's have a look at what that kind of looks like and what technology can do. I'm looking for something on May 3rd. Sure, any more backup? Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service you would like, what service is you looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock.